اهلا بحضراتكم من جديد، والليله الكبيره يا اهلي. الحقيقه الافراح اللي انطلقت في كل الاقاليم وفي كل الشوارع في العاصمه والمحافظات بالشكل اللي انتم شايفين بعض الجوانب منه، ده انطلق في كتير من الدول العربيه. الحقيقه كميه الافراح والناس اللي في الشارع بهجه، والكره ليها هذا التاثير الكبير يا باشمهندس. هي اصلا كره لغه عالميه، ايوه، وفيها شغف وفيها دراما وفيها توتر وفيها انتماء وفيها يعني بتسخط عليها الكثير من احلامك. ايوه ها ايوه، وبتاخد من شغفك وبتاخد من طاقتك الكثير. ايوه، ولذلك تاتي اهميتها. الاهلي كمان حاله خاصه جدا، لان الناس بتتعلق بيه وتزهو بيه. أيوه، انا قلت لك قبل كده. أيوه، الفرحه مش بالنتائج، النتائج جزء من الزهو العام. ايوه، لكن الزهو بالاهلي بيخليك مع كل انتصار تشوف المشهد العام. يعني انا تاني وتالت ورابع، الناس فرحانه جدا بالشكل العام بتاع اللي ظهرت بيه المباراه من جماهير وتنظيم وتشجيع والكلام ده، والنتيجه طبعا. فتبص تلاقي الناس كلها فرحانه، وانت جالك تليفونات. أيوه، وانا جالي تليفونات. أيوه، من الخليج، وانت جالك تليفونات من الاردن ومن حتت تانيه. أيوه، لا، الناس فرحانه جدا جدا بقدر فرحتنا هنا. ايوه، وحتى يعني والله ربنا معاهم. من غزه بيجي لك في غزه هتشوف بعض الفيديوهات. الناس في غزه في عز قاعدين في وسط الحطام فاتحين تلفزيون قاعدين بيتفرجوا. فانت ما تقوليش الكوره وتاثيرها. الاهلي وقيمته، الكوره بشكل عام والاهلي بشكل خاص. ايوه، لا، الكوره ما بتتخدش مجرد لعبه، دي خلاص بقت حاجه بتفرغ فيها كل اللي انا قلته ده. بص، الجمهور وفرحته بالاهلي، لو الكاميرا نزلت في كل شارع وكل قريه وكل كفر ونجع وكل حي هتلاقي فرحه وحفله. شوف يا استاذ ابراهيم، لو البطوله دي مش مرتبطه بارقام قياسيه وتداعيات على مستوى اقليمي ودولي، أيه، الفرحه مش هتبقى كده. ايوه، انت خلاص تجاوزت النقطة انك انت البطولة دي هتكسبها وتروح تنام. لا، ده انت بتحطها في سلسلة انجازات وارقام، انت عمال بتكسر ارقامك انت. واخد بالك؟ بتنافس نفسك. انا ما احبش اقولها كده. انت بتكسر ارقامك. أي، انت بتتحدى ارقامك. اي، انت دائما يعني كولر لما بيقول لك، وانا واحد بيقول لي ال 13 ريال، قلت له اديني 48 ساعة. قال له افكرك بعد بكره. قال له افكرك بعد بكره، يعني بقت ثقافة. والثقافة دي هتتنقل لجماهير أخرى، خلي بالك يعني. لا، هتبص تلاقي ناس وراك بتعمل الكلام ده، مفيش مشكلة. إنما أنا بقول لك، أنت الأهلي خلاص بقى عنده هذا النهم. ليه؟ عينه على ريال مدريد، صدقني ده مش لجج، مش رغي. انت عينك دلوقتي بقى طموحك انك الفرس عالمية. انت ايام 2013 2014 كان مين الاكثر تتويجا على مستوى العالم؟ الاهلي. الاربع سنين اللي فعل فاعل. خلونا بعيد عن المنافسات، انه يطيح لك بمجلس كامل نتيجه قرار شخصي. ايوه، غير مدروس، يقول لك كل دول ما نزلوش انتخابات فجأة. فجأة المجلس ده ما نزلش انتخابات. فتكون نتيجة انك تبتدي بدايات جديدة بعد خمس سنين تحقق اول بطولة تاني. ضاع منك خمس سنين كان ممكن تعمل فيها ارقام اخرى. انت الاهلي خلاص بقى، يعني كان زمان نقول الدوري البطولة المفضلة، وهي كانت كده. ايوه، دوري الابطال دلوقتي البطولة المحببة. لا، ده هي دلوقتي انت ما هو ده صعوبة انك انت تنتمي للنادي الاهلي او تكون مسؤول عنه او تشجعه. ايوه، انك انت عايز تحقق دي وعايز تحقق دي وعايز تحقق دي وعايز وما تسيبش دي وما تسيبش دي. والناس تقعد تكلمك في الباسكت يعني ما هو انت هاند بول وباسكت وفولي يعني شغلانه صعبه جدا 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 انك انت تبقى هدف السيطره على كل الامور دي. لكن الاهلي بيحاول يسعى من خلال مجلس اداره الحقيقة على قدر طموحات جماهيره، مش عايز مناقشة. ما يفعله الكابتن الخطيب وهذا المجلس تجاوز كل الأرقام اللي كانت بتتحقق قبل كده. أيوه، في ظروف أصعب بكثير من أي
مناسبات تانية، لأن دلوقتي بقى عندك رأي عام مرعب. أيوة. وعايش معاك ثانية بثانية. أه. ويروح لك البيت. أيوة. مش مستني بقى حد يوصلك. أها. لا، الفرحة بتكون على قدر كل التحديات دي. الحقيقة شايفين الجانب من الاحتفالات اللي أنا بقول لكم ده في كل مكان كانت هذه الاحتفالات الكبيرة. المشهد ده مش غريب. آه. كان المشهد ده في أي فوز للأهلي ببطولة كنت تكتسي القاهرة والأقاليم باللون الأحمر. باللون الأحمر دلوقتي الدول العربية. الدول العربية. وربما لو هذا الـ يعني شيء متاح في أوروبا كنت هتلاقيه. مفتاح في أنا هقول لك على حاجة. أشرف حرحش ده أهلاوي في مارسيليا. جاب أسامة كامل الفيرود بتاع الترسانة بتاع عايش في مارسيليا وعملوا مجموعة كبيرة نزلت على تونس تشجع الأهلي. حضروا المباراة. أشرف ده في مارسيليا عمل الحفلة بتاعة جواز بنته في نفس يوم ماتش العودة. وراح في مارسيليا عمل القاعة كلها بعلم الأهلي وشغل فريق كبير فريق عظيم. ثقة منه إن الناس تتفرج على الماتش في قلب الحفلة. يعني ده بص مفيش شغف اكتر يعني من يعني شغف وهو ما وثقه ثقه ايوه لان اي نتيجه كانت هتضايقه هتضلم الفرع لا ده شيء جميل وشيء يعني حقيقه بنبارك لهم على الفرح ونبارك لهم كمان على الفوز وده بيحملك يا استاذ ابراهيم مسؤوليات فظيعه كمسؤولين في النادي الاهلي ايوه لا الاهلي من اجل جماهيره ايوه بس انا التعديل هو مش ملك حد مش ملك حد لكن من اجل جماهيره مؤكد من اجل جماهيره من اجل مين أيوة. كل الشغل ده عشان الناس تنبسط وتعد الارقام وتخش مع بعض في حوارات وتبقى دارسه تاريخ وشغف وبعدين تحط لها في النص نظام وقيم وثوابت ينفعها في منهج حياتها فيتحول الى ملهم أيوة. وقدوه يتعيشها اهلي يا تبعد عننا طيب بالإضافة لجوانب هذه الأفراح يا جماعة الأرقام القياسية للأهلي في البطولة الأهلي حقق حزمة من الأرقام القياسية اللي بتصنع الجدارة وبتأكد فعلا قوة التتويج لأنه أنت مش بتكسب بطولة عادية أنت بتكسب بطولة بدون هزيمة بتكسب بطولة وأنت ما استقبلتش إلا هدف واحد أرقام أعتقد ده المعنى الحقيقي للجدارة هنشوف التقرير الصوتي عن الأرقام القياسية للأهلي في الليلة الكبيرة